كل أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام عند الشهادة كانوا مسرورين، وكيف لا يكونون مسرورين وهم يرون طلعة الحسين سيد شباب أهل الجنة يأتيهم؟ والله المؤمن يتمنى أن يموت في كل يوم ليرى تلك الطلعة. عندما كان أحدهم يسقط كان يأتيه أبو عبد الله صلوات الله عليه، عينه كانت على وجه الإمام الحسين وكان يغمض عينيه بهذه الحالة، كانوا مسرورين. أعظم من هذا يأتيه الحسين صلوات الله عليه. مسلم بن عوسجة في لحظاته الأخيرة في رمقه الأخير فتح عينيه، كان به شيء قليل من الرمق، رأى طلعة الحسين عليه الصلاة والسلام، ذلك العبد الأسود الذي في بعض التواريخ أنه ما نادى الحسين عندما سقط. عادة عندما كانوا يسقطون كانوا يسلمون سلام وداع على سيد الشهداء، هذا خجل من نفسه، أنا أنادي الحسين، من أنا؟ عبد أسود لا قيمة له. في لحظاته الأخيرة فتح عينيه، رأى أن الحسين يصنع به ما صنع بولده علي الأكبر. الحر في لحظاته الأخيرة، جاء الحسين عليه الصلاة والسلام في بعض التواريخ أخذ رأسه وجعله في حجره وقال له: أنت والله حر كما سمتك أمك حرا، مضمون العبارة، أنت والله حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. الكلمة الأخيرة التي سمعها سمعها من سيد الشهداء يقول له: أنت سعيد في الآخرة. كم يكون مسرورا في تلك اللحظات. أحدهم عندما سقط جاءه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فقال للإمام: سيدي يا مولاي هل وفيت؟ العبارة هكذا: فاستعبر الحسين باكيا وقال: نعم رحمك الله، أنت أمامي في الجنة. كلهم استشهدوا مسرورين فرحين، ولكن سيد الشهداء استشهد وفي قلبه هم كبير، استشهد وعيناه على خيمه. استشهد وهو يعلم أنه لا تمضى سويعات إلا وزينب أسيرة، يعلم أنه لا تمضى إلا فترة يسيرة وحبيبته سكينة تكون في الأسر، لا تمضي سويعات إلا وعزيزته رقية تلطم على وجهها. دنت نوق السبي لازم تروحي على الشاطئ ليج نظر الأخيرة، تلت عينك عتب والمدمع يموج، غرق من الخجل بدر العشيرة، رفيف الراية بطل والهوى ينوح، عباتك رفتي وصارت سفيرة، رفيف الراية بطل والهوى ينوح، عباتك رفتي وصارت سفيرة.